سيد الناس حلم الشمايل، سيد الناس حلم الشمايل، عقد الماس غصن المايل، سيد الناس حلم الشمايل، سيد الناس حلم الشمايل. تبارك الله عليه وغزال، والصوت ديالو تبارك الله عليه كيف ما كان، كيف ما زمان كيف ما دابا، فوالا حنا من الناس اللي كيحبوه بزاف. انا مرتبط يعني بالفنان عبد الهادي بالخياط منذ سنين، يعني مني في البدايات ديالو، وبنشوف الوجه الجديد يعني ديال سميتو ديال عبد الهادي بالخياط، وتيبقى ديما بالنسبه لنا فنان. تبارك الله عليه، وسي زعما الاغاني ديالو كيعجبونا بزاف بزاف، وش غنقول لك ما سخيناش به حيت ما بقاش كيغني لنا دوك الاغاني الاولى، ولكن تبارك الله عليه. عبد الهادي بالخياط من اعز المغنيين عندنا مغاربه، وزعما كنتمنى الله الجيل الاخر يكون في المستوى ديالو. وانادي الان الحاج الاستاذ عبد الهادي بالخياط. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. سيد الناس حلم الشمايل، سيد الناس حلم الشمايل، سيد الناس حلم الشمايل، عقد الماس غصن المايل، سيد الناس حلم الشمايل. وقرة عيوني هو سيدي، هو حبيبي، هو قرة عيوني.
ويا قريب العفو يا مولاه،